دونك حنا يعني نتمناو انه الناس ترجع لعقلها، ونتمناو سورتو الناس اللي ضربوا يعني بين قوسين نقولها للنظابيه، يعني ما تحسبوش كما نقول الايه في معنى الايه، ربي راه مش غافل عما يعمل الظالمون وانما يتركهم ليوم تشخص فيه الابصار. يعني ربي عم باله بكل صغيره وكل كبيره وش قاعد يصير، وكل واحد راح يرجع له حقه.